دلوقتي هنكمل مع باسم حاجات جديده واسئله شبه جديده ريبرودكشن. ازيك باسم؟ السيرتولي سنس موجود فين؟ السيرتولي سنس دي ريسورس بيولز موجود في البيزنس. وزن التاثيرات بتاعتها نقولها بسرعه كده سبورت فابيسوزيس كمان بوتاسيوم كلورايد سبلاش باك كومبنيت كمان سكيشن بعض الهرمونز زي ميرا بيتر ميرا بيتر 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 فاكتور والاستروجين وكمان الصلاة عن البطس تسبالية وده اللي تمام. هوقفك حتى واسألك الهيبين طالع منين؟ سبتوسل توين الهيبين طالع من سبتوسل ده تمام وطالع منين؟ من مكان تاني مش بس مين يعني الهيبين بيبقى طالع من مكان تاني لا كوبس وثيم من الجرانيلوزا سلس بتاعة الأوفري تمام. فاكر الجرانيلوزا سلس بتطلع الهيبين في حاجة اسمها أكتيفين. طيب عايز اسألك سؤال، هو السيرتولي سلس احنا اتكلمنا على الاف اس اتش المفروض ان هو بيشتغل عليها الاف اس اتش والال اتش دايما بنقولهم مع بعض في الميل وفي الفيميل، قول لي فايدتهم في الميل ايه وفي الفيميل ايه بسرعه. الاف اس اتش في الميل مسؤول عن الروس بتاع السيرتولي سيل، مسؤول عن الروس بتاعت البراز نفسها، مسؤول عن بتزود الفرشه بتاعت السيرتولي عن طريق انتشن بانك تمام او عن طريق اللي بيزود الريسبتور بتاعت ال اتش اللي على الترسيشن سيل اوف لايجن. في ال اتش بقى هيعمل هو مسؤول عن السكشن بتاعت السيزون اصلا ومسؤول عن ليت ايرلي ستيج اوف سبرنتس عن ليت ستيج عن ايرلي ستيج اوف سبرنتس تمام. طيب ده هيجرنا لنقطه مهمه قوي يا باسم ولو عرفتها انا عارف انت شاطر. سؤال عايز تفكير شويه، هو الانترستيشال سيلز اوف ليتش احنا عارفين ان هي المفروض ال اتش بيشتغل عليها عشان يطلع تستوستيرون، مين تاني ممكن يشتغل على السيلز اوف ليتش مين تاني غير ال اتش هرمون اخر؟ ال الاستروجين عشان بيعمل سبلميشن. لا بص تاني مش مين تاني مين تاني انت عارف انا بعمل ايه في الاسئله، انا بعمل شيفت بين ميل وفي ميل عشان اللي سمعنا يكون فاهم. ال اتش سي جي الهيومن كوريونيك جونادوتروفين برضه بتعمل الحكايه دي، فيعني عارف دايما تلاقي ايه دايما اعمل ربط بين ميل وفي ميل. تمام عايز اسال سؤال، سبرماتوجينيسيس ايه الفاكتورز اللي تتحكم فيه؟ عندنا يا اما هرمونا يا اما تمبريتشر يا اما تمبريتشر يا اما عندنا بقى فيتامين ودايت يا اما عندنا بقى اذر فاكتور زي راديشن واكس راي وكمان كيميكال. تمام لو جينا عند فكره الهرمون، مين الهرمونز اللي هتتحكم في السبرماتوجينيسيس؟ جنادوتروفين ريزنج هرمون دي الهايبوثالامس هتاثر على الاس اتش والال اتش لوحدهم والتركيز بتاعه، وبعد كده التستوستيرون ده مسؤول عن انيشيشن ومينتنس بتاع السبرماتوجينيسيس اصلا. تمام وبعد كده في ما وازاي التستيرون السكريش بتاعه موجود عاليه عن طريق انشن بايندنج بروتين والليكول سكريشن والكاونتر كرنت ميكانيزم. ايوه كاونتر كرنت كان ليها اسم ده اتقال كذا مره، مره قلنا اكس تشينجر ومالتي بلاير في الكدني، هنا كاونتر كرنت ده ايه وصفه؟ في اثنين، واحده عشان تزود التستيرون في الـ في الـ في موجوده في السيل تمام، والثانيه بتاعت الهيت اكس تشينجر. ايوه يعني هي خلها نربط الاثنين مع بعض، عندنا ارتري وفين. تمام الارتري هيدي الحراره بتاعته للفين تمام، والفين هيدي التستيرون بتاعه للارتري تمام، فبالتالي دي اسمها الكاونتر كارت هيدي التستيرون ودي كاونتر كارت التستيرون. تمام ايه دور الدارتوس ماسل في السبرماتوجينيسيس؟ دي مثلا لو في بتعمل كونتراكشن فبتبدا تسحب التستس تقربها للابدومنا كده بحيث لو في مثلا درجه حراره قليله قوي زود الحراره تمام. السبرماتوجينيسيس الموجود في اللازم حراره 35 تمام. لو جينا على سيره الفيتامينز، الفيتامين اي مهم للسبرماتوجينيسيس ان هيومن ولا ريتس؟ هو فيتامين اي انتي اوكسيدنت بس الهيومنز ولا الريت؟ لا ريتس دايما دوره في الهيومن مش مؤكد قوي، هو الفيتامين اي دايما بيبقى سبرماتوجينيسيس في الفيران. طيب الفيتامين اي لو قل ايه؟ لو قل يعمل ايه في الجيرمينال ابيثيليوم؟ مش هيهم المسؤول عن جيم يعني اتروفيك افكت الجيرمينال ابيثيليوم مش هيقول خلاص يعمل كيراتينيزيشن ويعمل اتروفي والكلام ده تمام. عشان كده الناس اللي عايزين سبرماتوجينيسيس بياخدوا المالتي فيتامينز عشان يزود الموضوع بتاعهم. طب الدايت ليه دور في السبرماتوجينيسيس؟ البروتين اكل بروتين كتير او هاي بلاش بالهايرو بتاع البروتين ليه دور تمام. التستوستيرون يا باسل بيتكسر لحاجه اسمها 17 كيتو ستيرويدز، ممكن تقول لي التلت بتاعه جاي منين؟ ليه تلت وتلتين او السورس المهم بتاعه يا ترى؟
التستوستيرون سيروفلايدنج هو ادرينال كورتكس. ادرينال كورتكس تمام. انا ليه سالتك على 17 كيلو سترويد؟ هل انت لو جيت قسته في اليورين ده دليل على ايه؟ ده دليل ما دي بقى من السيكولار فانكشن تيست. دي واحده من بالظبط السيكولار فانكشن تيست. ايه هم السيكولار فانكشن تيست الثانيه؟ اول حاجه اقيس نسبه الجلوتوفينز في اليورين تمام. اقيس نسبه ال 17 كيلو سترويد ولا بعد اف اس اتش ولا ال اتش جلوتوفين في البلد بعد السيمن اناليسيس. تمام. السيمن اناليسيس قول لي الفوليوم كام؟ اليورين 204 ملي لتر تمام. والفيسكوزيتي يبقى فيسيت مودريت تمام. في فيسيت زياده اقل من كده. والبي اتش بتاعته 7.14 تمام. طب والكونتنس بتاعته؟ الكونتنت هيبقى ما في فركتوز في الاسكوب كاستر بروستا جلاندين طبعا الفازات بتاعت البروستات والسمنه الفيزيك زائد سيمن سبيرمس نفسها تمام. سمعت عن 5 الفا ريدكتيز انزايم؟ 5 الفا ريدكتيز ده اللي كان بيحول التستوستيرون لداي هايدرو تستوستيرون. ايه الفرق في الاكشن ما بين التستوستيرون والداي هايدرو؟ الداي هايدرو اقوى بوتنت عن التستوستيرون. مسؤول عن ايه الداي هايدرو؟ مسؤول عن حاجه اسمها بروستاتيك انلارجمنت والاكسترنال جينيتاليا. على فكره مسؤول عن الاكسترنال جينيتاليا. انا ليه بسالك السؤال ده؟ السؤال ده بيتسال لو قل 5 الفا ريدكتيز انزايم فالتستوستيرون مش هيتحول تمام. فما فيش داي هايدرو تستوستيرون فما عنديش اكسترنال جينيتاليا. هتولد ميل عندي انترنال جينيتاليا اللي مسؤول عنها التستوستيرون. طب والاكسترنال بتاعتي زي الفيميل عندي كليتورس عشان كده كانوا بيسموها ميل سود وهيرما فروديتيزم. الحته بتاعت الديزيزز دي مهمه جدا خلي بالك النقطه دي مهمه. طيب في سؤال مهم عايز اساله كريبت اوركيديزم يعني ايه؟ تمام. وده يعمل استابيليتي عشان درجه حراره جوه الابدومين كانت عاليه قوي والنورمال كونفشن 235. طب وده ياثر على السكن سيكشوال كاركترز؟ لا عشان السيل اوف لايجنج او سيتورسل سيمو ريزيستنت فبالتالي التستوستيرون موجود عليه السكند سكس ساعات موجوده تمام. اما الماتشنز مش تبقى موجوده عشان السيمرتوجونيا سنسيتيف تو التمبريتشر تمام. طب لو الاندروجين زاد في الميل بيفور بيوبرتي يعني مرض اسمه ايه؟ سودو هيماتوفروزيتايتس يعمل بريكوشيس بيوبرتي اللي هي الاندروجين اللي هي النضج قبل الاوان صوته يتخن وشعره يزيد وكده ولكن الجاميتوجينيسيس او عنده سبرماتوجينيسيس لسه مش موجوده او افكت تمام. لو جينا على الفيميل عايز اسال سؤال دايما نقول الاف اس اتش بيزود الفوليكولار جراس يا ترى ازاي؟ تمام. هيشتغل على الفوليكلز. الفوليكلز دي هيزود الجروث بتاعها بس في فوليكل معين واحده منهم في اف اس اتش ريسبتور اكتر من التانيين هتفرز استروجين اكتر. الاستروجين هيكونها هيعمل لنا حاجتين. هنقف سنه يا باسل بقى واسالك اسئله معلش بالتفصيل سنه. هيزود الفوليكولار جروس ازاي؟ فوليكولار جروس فوليكولار جروس هيزود تروفيك انا قصدي لانه هيزود الجرانيولوزا سيل الكافيتي بتاعتها يعملها فلويد فيها بروتين وفيها بولي ساكرايد والكلام ده. في نقطه حته بايو بس مهمه لازم اقولها. هو الاف اس اتش كل الناس قالت ان هو لازم يزود الاسترا دايول اللي هو نوع من انواع الاستروجين عشان يزود الاف اس اتش ريسبتورز. حته بايو ازاي هزود الاسترا دايول؟ الاسترا هو في صح ان هو بيشغل حاجه اسمها اروماتيز انزايم يحول الاندروجين الى استرا دايول. اسالك سؤال هو الاروماتيز انزايم ده جاي منين؟ اروماتيز انزايم موجود فين؟ موجود فين؟ في جرانيلوزا سيل نفسها. طب والاندروجين ده هل الجرانيلوزا سيل اوف ذا اوفري عندها اندروجين ولا مبعوث لها منين؟ مبعوث لها من في حاجه اسمها سيكا انترنال صح ما قلت لها من سيكا انترنال تمام. انت قلت جمله جميله ان واحده تكمل والباقي يحصل لهم اتريزيا وما يكملوش صح. ايه دور ال ال اتش؟ ايه دور ال ال اتش بصفه عامه في الفيميل؟ هنتكلم عن الاوفيريان سايكل وبعد كده السيرو سايكل وبعد كده هنتكلم عن السيرو كعناوين تمام. تمام هنتكلم عن الاوفيريان سايكل مسؤول عن اوفيريشن تمام اوفيريشن وكمان هيتكون كوربس لوتين تمام. في المينستر سايكل مسؤول عن ال ال اتش اللي هو الكوربس لوتين متكون هيزود البروجستيرون المسؤول عن السكريتوري فيز تمام تمام.
مسؤول عن الايرلي ماتوريشن اوف ذا جرافيان فوليكل. يعني بيساهم في الايرلي بصح بيبقى بيساهم في الليل. ده هيجيب لنا النقطه ال اتش سيرج. هسالك سؤالين يا باسم تقول لي الفرق ما بينهم بسرعه. الاستروجين لو زاد دلوقتي صدم فجاه يا ترى يحصل ايه في ال اتش؟ الاستروجين زاد فجاه. والاستروجين هو اصلا بيزود ال اتش بوست فيدباك. تمام. ولو زاد كونستانت انكريز كونستانت لا لو الكونستانت بيعمل انهبيشن والصادن هيعمل ستيميليشن. والصادن بيبقى قبل الاوفيوليشن بيومين على اليوم 12 من السايكل. صح. دايما نقول ال اتش بيعمل اوفيوليشن. يا ترى ازاي؟ عن طريق بيزود انترفيليتر بريشر وكمان بروتيز انزايم كاستر بروتين كولاجينيز انزايم. تمام. كاستر بروتين جواه فهيحصل سويلينج بعد كده تحصل رابتشر وتطلع اوفر. تمام. وان هو بيزق الاوفر ناحية في ناحيه معينه من الجرانوزا السليم كده. كلام جميل. طيب انا عايز اثبت دلوقتي ان في اوفيوليشن. تمام. هاو تو ديتكت اوفيوليشن؟ ادور على البروجستيرون. تمام. برافو. ايه السر؟ اشوف نسبه البروجستيرون في الدم. تمام. او البروجستيرون ديول اند برودكت اوف البروجستيرون. تمام. والاقي لو ابدومينال بين. الاقي ليه لور ابدومينال بين؟ ايه اللي حصل؟ لور ابدومينال بين هو البروجستيرون. البروجستيرون بيتكون في السكريتوري فيز. انا معاك. والسكريتوري ده بعد اليوتيال فيز او البوست اليوتيل. معنى هذا قصدي الكلام يعني لازم يحصل رابشر للجرافيان فوليكل يعني وبعد كده البروجستيرون بيشتغل. تمام. فده بيؤدي الى البين. صح. ايه تاني؟ شوف السيرفكس السكريشن بتاعتها اللي هي اسيدك. تمام. وكمان بقى يا ترى سين ولا سيك؟ لا سيك واسيدك. تمام. طب ولو الاستروجين هو اللي شغال؟ السن والكلاين بروفيوز. صح. السن ده تيجي نسبته بتست فيرن تيست. يعني ايه فيرن تيست؟ فيرن تيست هجيب السيرفايكال ميوكس واحاول افرده على السلايد يتفرد معايا زي الشجره بسميها الاربورايزنج باترن او فيرن باترن. كانت ناس كتير بتسال في ده. طيب هو ده بس اللي هيبان تو ديتكت اوفيوليشن؟ في حاجه ثانيه. في تيست ثاني اسمه فيرن. لا في حاجه ثانيه اللي هو الميد سايكل بليدنج. الميد سايكل بليدنج. الميد سايكل بليدنج ده ما كانش فيه ديتش. الميد سايكل بليدنج معناه ان في بيريتونيال اريتيشن. البيريتونيال اريتيشن دي مهمه جدا. في حاجه ثانيه انت ما قلتهاش مهمه. بقى اشوف بقى ميكروسكوب او منظار اشوف بايوبسي للاندوميتريوم نفسه. هقول السكريتوري فيز يعني الجلانز بتكبر وبتزود السكريشن والديسيديوال سيلز بتاعتي والسكنس بيزيد الكلام العادي والفات والجلايكوبروتين والميكوبوليساكرايد كتحضير للامبلانتيشن بتاع الاوفر. تمام. طيب يعني ايه ان اوفيولاتوري سايكل؟ ان اوفيولاتوري سايكل دي لو مفيش ال اتش طلع تمام مفيش استروجين مفيش سكيورتي فيز اوف يوترس. تمام. ودي بتحصل شويه سايكلز في بدايه البيوبرتي او قبل المينوبوز. تمام. او قبل الميني او بعد يعني أو بعد المينوبوز. بعد المينوبوز كده. كلام جميل. ده هيجرنا لسؤال تاني مهم قوي. لو جيت قلت لك بسرعه استروجين على اليوترس بيعمل ايه قصاد البروجستير؟ استروجين على اليوترس. تمام. استروجين هيزود السيك بتاعت الميوكس السيك بتاعت الاندوميتريال من 2 ل 3. تمام. اما الناحيه الثانيه من 5 ل 6. تمام. ده هيعمل انجيوجينيسيس بس ده هيعمل سبايرال ارتري بس مش كتير قوي. ده هيزود انجيوجينيسيس قوي ويزود سبايرال ارتري كتير. تمام. ده الجلاند هيخليه هيعمل كبر جلاند اما ده هيعمل سكريشن للجلاند. تمام. وبس ناقص حته واحده استروجين سنسيتايز ذا مايوميتريال. الاسترنج هيزود الاكسيتابيلتي ويزود النمبر اوف اكسوسن ريسبتور. برافو عليك. اما ده هيعمل ستابلايزيشن. ولو سالتك سؤال بسرعه ليه الاستروجين زود الاكسيتوسن؟ ليه؟ الاستروجين بيزود الاكسيتوسن ليه؟ عشان الاكسوسن هو ده عشان فكره الليبر هيساعد على الليبر. طب والبروجستيرون العكس ليه؟ هو تثبيت الحمل. هو بيسبب تثبيت الحمل عشان يمنع الابورشن. صح. هنيجي نقول بقى بسرعه. طب وعلى الفاجينا الاستروجين بيعمل ايه؟ الاستروجين هيحول كولومنر الى ستراتيفايد سكويموس سيل فبيعمل انتي امنعها من الانفكشن. تمام. امنعها من الانفكشن. صح. نيجي نقول السؤال اللي بعده هو الاستروجين بيعمل ايه على الماماري جلاند؟ هو البروجستيرون جلاند. تمام. الاستروجين هيزود الاستروما وهيزود الضغط وهيعمل بيجمنتيشن للارجلا والنبل. تمام. اما البروجستيرون هيزود سكيورتي الفلاي بس من غير ميلك برودكشن. تمام. هيزود السب ميوكس فلويد فيعمل سويلنج للبريست. صح. ناقص كلمه
الاستروجين بيعمل بيعملها على الميمري جلاند. الاستروجين على الميمري جلاند زود فات ديبوزيشن. غير ده انه يشغل البرولاكتين بس مع ايقاف التنفيذ بلوك الاكشن بتاعه على الريسبتور عشان يمنع الميلك سيكريشن اثناء البريجنسي. صح. طيب في نقطه مهمه جدا دي هتجرنا للسؤال بتاع الام اس كيو بتاع النهارده. الهرمونز نيدد فور ميموري جلاند ديفلوبمنت. الهرمونز نيدد في قبل البريجنسي او البيبرتي في عندنا هرمونز ودورين بريجنسي عندنا هرمونز. تمام. اثناء البيبرتيني عندنا استروجين وبروجستيرون وكمان بقى حاجه بقى برولاكتين وكورتيزول وجلوكوز ممكن دي هرمونز فاكتور. تمام. اما في اثناء البيجنسي عندنا بلاسينتا الاستروجين وبروجستيرون عندنا برولاكتين عندنا هيومن كوريونيك سومات وماموتروبين. تمام. الهيومن كوريونيك سومات وماموتروبين دي هل يا ترى بقوه الجراس هرمون؟ او جراس هرمون لايك اكشن بس اقل بالظبط اقل. طب هي ايه الاكشن بتاعتها؟ هتزود الفري فات اسيد والجلوكوز. جلوكوز هرمون لايت اكشن هيعمل تروفيك افكت لليوترس والبلاسينتا. تمام. وهي بتبقى طالعه منين الهيومن كوريونيك سومات وماموتروبين؟ من اي حته؟ تروفو بلاست سيل اللي هي السنسيتيو تروفو بلاست سيل. تمام. طيب ومين اللي طالع من السايتو تروفو بلاست؟ هيومن كوريونيك جوناتروفين. تمام. اللي هو الاتش سي جي. الاتش سي جي يا باسل مهم فيه عشان اقدر اول حاجه عندنا الفانكشن بتاعته كمان عندي حته كلينيكال ليه. تمام. الفانكشن بتاعته اللي هو اول حاجه بيخلي المينتنس الكوربس لوتيام عشان يفرز الهرمونز بتاعته بروجستيرون عشان اقدر اكمل الحمل. تمام. تاني فانكشن ليه اللي هو بيعمل ستيميوليشن للستيشن اوف لايننج عشان تفرز الستيرون عشان تعمل سيلنج للتيزس. تمام. بعد كده مسؤول عن الكيموسيبتور ريجنزون المسؤول عن بيعمل فولتنج او حاجه اسمها موردنج بفتنس. تمام. بعد كده الحته الكلينيكال بتاعته لو جبت انتي هيموكروين جلاندوبينز وحطيتها في اليورين بتاعت البريجننت وومن لو اداني بوزيتيف يبقى في كده في بريجننسي لو اداني نيجاتيف يبقى في بريجننسي. عايز اسال سؤال من واقع ارقام لازم اقوله. اتش سي جي يا ترى بيفضل موجود بنسبه عاليه قد ايه بعد الحمل عشان اعمل له التست ده؟ هو بيظهر في البلد في يوم السادس. بيظهر في يوم ال 14 ويفضل فايبل قد ايه؟ كام اسبوع؟ 8 اسبوع. يعني من 6 الى 8 اسابيع ممكن الست الحامل او اللي شاكه انها حامل تعمل التست ده لانه بعد كده ملوش اي تاثير. اتش سي جي دي فايده ثانيه. دي فايده هما الثلاثه فانكشن والكلينيكال دي تي اس اتش لايك اكتيفيتي ودي مهمه جدا. تمام. واللي انت قلت الانترستيشن سيلز او البيج سيلز بيساعد ال اتش عشان يطلع التستوستيرون ودي نقطه مهمه جدا. الهيومن كوريوني. طيب ايه البلاسينتا الهرمونز الثانيه؟ لازم عندنا استروجين بروجستيرون. غير دول هما كلهم سمعتوا معاهم تروبينز. غير دول ريلاكسين. ريلاكسين هو ريلاكسين بيعمل ايه في الميل والفيميل؟ تمام. في الفيميل هيعمل ريلاكسيشن للبلفيك ليجمنت. تمام. هيعمل ديكريز كونتراكشن اوف يوترس. هيعمل الداليتيشن اوف سيرفكس. تمام. هيعمل هيزود الميومتر. هيزود هيعمل يعني هيعمل هرمونات الحمل كمان بيساعد فينا اولادنا دورينج ذا بيرث. تمام. طب وبالنسبه للرجاله ريلاكسين مهم؟ ريلاكسين هو بيزود الموتيف بتاع السبيرم وبيعمل بيساعد في بنتريشن بتاع السبيرم والاوفم. تمام. بمناسبه السبيرم في عايز اقول لك على شويه ديفينيشنز كتيره جدا في الحته دي. في حاجه اسمها سبيرم كاباسيتيشن. دي عمليه بتحصل للسبيرم في الفيميل جينيتال سيستم عشان هي ولا هو ايام بنتريشن للاوفم. تمام. يعني ايه اكروزومال رياكشن؟ انا باخد التيوب تسترد في الكروزوم وبعمل انتبيشن للهيرونيز انزايم والبنتريز انزايم اللي هو الهيرو سبيرم. تمام. يعني ايه فيرتيلين؟ فيرتيلين مسؤول عن الفيرتلايزيشن مسؤول عن تمام البروتين تمام مسؤول عن الفيرتلايزيشن نفسه. طيب في سؤال مهم هو السبرماتوجينيسيس ياخد وقت قد ايه؟ كام يوم؟ 64 او بلس او ماينس 7 يعني 74 يوم او تقريبا. تمام. في الحدود دي. طيب في حاجه ثانيه تهمني. هو دلوقتي السبيرم عشان يدخل مع الاوفر بيعمل لها فيوجن. تمام. هو ايه اللي بيحصل في الفيوجن؟ في الامبريولوجي بيتكون ايه الاول وبعد كده ايه؟ الزايجوت. برافو. الزايجوت يبقى هيكفر هيبقى اسمها هيكون موريولا. موريولا والموريولا تبقى بلاستوست تروفو بلاست تبقى تدفن جوه المكان ده وامبلانتيشن وتبقى سنسيتيو تروفو بلاست وسايتو تروفو بلاست كده. كلام جميل. ده هيجرنا للسؤال اللي جاي على الاستروجين برضو والبروجستيرون. معروف ان الاستروجين بيعمل ميتابوليك اكشنز. ايه هم؟
الاستروجين يعني ميتابوليك اكشن تمام، هيزود اوستيوبلاستيك اكتيفيتي، هيزود الجروث هرمون، هيعمل جزء من البالانس، هيعمل ايرلي اول حاجه بيزود جروث بعد كده بيعمل كلوجر في زيرو ساتوريشن تمام، وكمان هيعمل كريز الصب ميوكس فاتي لوكسيشن تمام. ودي علاقه حاجه ثانيه اقولها لك، الانجيوتنسينوجين كونفرتنج انزيم بيعملها ستيميليشن، وكمان حاجه تانيه ان هو اللي بيقلل الكوليسترول فبيقلل من حدوث الاسكليروزس تمام. طب كمان هل بيعمل ايه علاقته بالميه والملح في جسمنا؟ ما بيعمل اديشن لايت اكشن تمام، سولت اند ووتر ريتينشن. لو انا عايز يا باسم كان واحد من الاوائل ما شاء الله هشيل سولت اند ووتر ريتينشن واحط كلمه واحط كلمه يعمل اكسسوار فلو والهايبرتنشن، هيعمل البري منستريال تنشن تمام. طب بالنسبه للبروجستيرون بيحافظ على السولت في الجسم؟ لا عندي الدوسيون افكت هيزيد، وبالتالي كريفلكس هيزيد الدوسيون تمام، يعمل ناتريوريسيس. نيجي بقى للنقطه اللي جايه، الاستروجين انواع، في استراديول وفي استريول، مين الاقوى؟ استراديول. استراديول هيجرني سؤال تاني، تعرف الفيتو بلاسنتال يونت؟ تمام اشرحها لي. الفيتو بلاسنتال عندنا لسه انت بتاخد حاجات من الكورتكس بتاعت من الفيتا بتاعتها، هتاخد ده في الادرينا كورتكس هيروح للبلاسينتا هيعمل استروجين تمام. طيب البروجسترون بتاع البلاسينتا هيروح للفيتس هيعمل عنده كورتيزول تمام. وفي حاجه اسمها 16 هيدروكسي في داهيه، والداهيه سلفيت الداهيه دي او الدي هيدرو اي بي اندروستيرون هيسيب الفيتا الادرينا ويرجع البلاسينتا يعمل استراديول، واحد يعمل استريول. ممكن الناس اللي سمعنا تستغرب الكلام ده بايو، ايه فايدته؟ انت كدكتور امراض نساء استفدت عرفت منين ان الفيتو بلاسينتا يونت شغاله؟ ما في بروجستيرون عندي تكون، لا في عده اهم ان انت هتاخد عينه من اليورين بتاعت الام دي او الست الحامل دي تشوف فيها الاستريول تتفرج تشوفه، لو لقيت اليورينري استريول كافي معنى كده ان هو المصنع بتاعه بتاع الفيتال ادرينال جلاند شغال، يبقى ده اندكس اوف ذا فيتال ستيت، تطمن الام ان الفيتس سليم ما تقلقيش، دي نقطه مهمه. طيب عايز اسالك سؤال، الست الحامل بيقولوا عندها اديما، ايه سبب الاديما؟ اديما انكي اديما ما استحام الاستروجين عندنا هيبقى صوت اوتر وصوت، وفي سبب تاني طب افكت بقى الاستروجين والبروجستيرون؟ لا بصفه سبب بصفه عامه ملوش علاقه لا ده ولا ده. الافكت بتاعت الابدومينال بريشر على مين؟ صح. في ناس بتقول لا اليوترس ضاغط على البلفيك فينز، فالفينز مقفوله فالدم يدخل من الارتري للكابيلرز تمام، عندها بيقولوا دايما مورنينج سيكنس وفوميتنج تمام، في اول 3 اشهر من الحمل معظم بعض الستات بترجع بتتقايه. طب ليه؟ عشان هو كوريونيك بروفين ده بيعمل ستيميليشن للسي تي زي او كيموتريبت، وده طبعا في بعض الستات عشان مش في كل الستات تمام. في سؤال تاني، عندها امينوريا عشان اللاكتين تمام، عشان كرولاكتين، ايه علاقه اللاكتيشن بالامينوريا؟ اللاكتيشن بالامينوريا تمام، اللاكتيشن هيعمل هو السبلنج هيعمل انبيشن للبروتين والبيتريومون، فبالتالي البرولاكتين هيزيد عندي قوي تمام. البرولاكتين هيعمل نيجاتيف فيدباك للانبيشن لل اف اتش اف ستش، بالتالي هيعمل كورليشن ويعمل امينوريا تمام. وعشان كده يقولوا دي طريقه من طرق الكونتراسبشن تمام، ده كلام جميل. ما دام اتكلمنا على الكونتراسبشن عايز اسال سؤال تمام، ازاي نعمل كونتراسبشن في الستات؟ ايه الطرق؟ عندنا اربع طرق، عندنا كالندر، عندنا طريقه اللي هي بتقويم اللي هو امنع الانتربورس ثلاث ايام قبل وثلاث ايام بعد. هل الطريقه دي سيف؟ لا، لان ممكن يحصل في اي يوم في السايكل والاوفيوليشن مش مرتبطه، او ممكن السايكل ايامها تختلف تمام. حاجه ثانيه ادي استروجين، الاستروجين ده هيعمل لي فيدباك للانبيشن اللي هي في ستش، او ادي بروجسترون تمام هيعمل اسيديفيكيشن سيرفكس سيكريشن تمام، تمنع دخول السبيرم، او انتر يوتراين فايز تمام، هي سبيرمسيل تمام، او اللي هو الدايفراجماتيك كاب، اللي انت تعمل كاب زي حاجه، او في سبب حاجه خمسه اربط تيوب الفالوبيان تيوب تمام، اللي هو تيوب الليجيشن بس هنعمل استيريليتي دايما ومش هتخلف اساسا. ممكن بقى ممكن بقى تربط التيوب بتاعت الميل. طيب بالنسبه للميل كونتراسبشن بالنسبه للرجاله ازاي؟ ممكن بقى اللي هو عن طريق هو التوبس او عن طريق
اللي هو الكوندوم تمام او عن طريق اللي هو اربط الفاز ديفرنس دي فازكتومي دي حاله دي في الاخر خالص انت هتجيب الموضوع من اخره في طرق تانية ممكن انا مسؤول عن ازود درجه الحراره قبل ما تخش ازاي ان نقول للرجاله دي خد باص او خد شاور نص ساعه قبل الانتر كورس هتقتل وتمنع السبرماتوجينيسيس او جونادو ترافيك ريسبتور بلوكر يعني انت في جونادو ترافيك ريليزنج هرمون بس مش شغاله او ادي اكسوجينس تستوستيرون في الحاله دي ان التست هيعمل نيجاتيف فيدباك ان الميشن ويمنع ال ال اتش ان هو بيشتغل كلام جميل نيجي بقى للسؤال هو ازاي الليبر بيحصل الليبر تمام انا دلوقتي اول لما الليبر الجلوستين هيقل الاستروجين هيزيد الاوكسيتوزين هيزيد تمام هيعمل عندنا اثنين بقى فيدباك الاوكسيتوزين ده هيضغط دايركت على اليوترس فهيعمل ريفلكس هزود الاكسيتوسين تمام الالتر هيعمل ريفلكس هزود الاكسيتوسين تمام او عن طريق الدايركت هو هزود البروستاجلاند اللي هتعمل كونتراكشن للدراين ماسل اللي برضه هتزود على الريفلكس تمام طيب الحته بتاعه الاوكسيتوسين دي تقدر تقولها لي بالتفاصيل اكتر يعني الهيد اوف بيبي عملت ايه عشان الاكسيتوسين يطلع ستريتش الدراين ماسل او الريسبتور موجوده الريسبتور هتبعت افرن تمام اللي البوستيريو هايبوثالامس بقصد بوستيريو بيتوتري اللي هتفرق قبل البوستيريو بيتوتري تبعت الهايبوثالامس الاول الهايبوثالامس هيزود هيعمل هيبعت امبلس للبوستيريو بيتوتري لفين في الهايبوثالامس؟ اوكسيتوسين الفريق السيلز بتاعتي الموجوده نيوكليس لا بارتيكل نيوكليس تمام صح فتطلع اوكسيتوسين يتخزن في البوستيريو بيتوتري اطلع الاوكسيتوسين ده تمام وده البوزيتيف فيدباك الايجابي اللي موجود عندنا تمام عايز اسال بقى سؤال مهم احنا كده اتكلمنا على الليبر اتكلمنا على اللاكتيشن البرولاكتين احنا قلنا مهم للاكتيشن قول لي الاستيمولاي بتاعته ايه البرولاكتين غير السابلينج البرولاكتين بقى في يعني الجينتال الكورس اي حاجه حاصل دايركت ستيميليشن ريسبتور الستريس يعني بيطلع كولكتين والسمال الستريس ساكلينج سي و دي اس اتش و تي ار اتش وكمان الاستروجين بيزوده تمام او اي حاجه الدوبامين اجونست دوبامين اجونست تمام طيب في سؤال مهم جدا يا باسل عشان نختم الموضوع اشكرك جدا هقول لك ديفينيشنز وتقول لي كل واحده بسرعه معناها ايه امينوريا امينوريا مفيش فيها انفيرتيليتي اوليجو مينوريا اوليجو مينوريا دي عدد المرات بتاعت المنسوريشن قلت تمام مترو راجيا مترو راجيا الدم اللي طلع كتير او قليل الريجولار يوتراين بليد طيب وما دام بنتكلم على المنسترال بلاد عايز اسالك سؤال هو معظمه ارتيريال ولا فينس؟ ارتيريال فينس ماشي طيب بصرف النظر السؤال ده هو ليه المنسترال بلاد ما بيتجلطش؟ عشان في الفايبرينولايسين تمام هو دلوقتي في المنستريشن بيحصل شادنج للاندوميتريال لايرز يا ترى بيزل ولا سوبرفيشال بس السوبرفيشال بس تمام وبعد كده بنرجع نجددها مره ثانيه شكرا يا اسطى